خلينا نروح لكابتن محمد. يمكن احمد انضم لك من 3 شهور تقريبا. مظبوط. مواظب على التمرين يا كابتن؟ احمد بصراحه هو مواظب على التمرين، واحنا طبعا بنعمل في منظومه طبعا بتوجيهات من الكابتن عجمي رئيس الجهاز طبعا. وطبعا احنا من اول يوم يعني عهدنا ربنا سبحانه وتعالى ان احنا بنشتغل في منظومه، طبعا منظومه كبيره وفيها تحدي كبير، عندنا عدد كبير من الاولاد واللي متوزعين على الفروع كلها. ومن اول وهله احمد دخل بقى جوه السيستم بتاعنا، بيتمرن 3 ايام في الاسبوع ما شاء الله. وهو احنا وعدنا يعني وعد الجهاز الفني ان هو يبذل اقصى مجهود، لان هو لازم كمان يخس شويه. وبيتعلم طرق السباحه كما يجب ان يكون، لان الحمد لله رب العالمين حضرتك بتتكلم مع من اقوى الاجهزه الفنيه اللي موجوده على الساحه في مجال ذوي الاحتياجات الخاصه، اصحاب الهمم النادي الاهلي طبعا. ويمكن كان عندنا تحيات ديات كبيره جدا، يمكن معظم الولاد اللي بتحقق دلوقتي احنا اللي مربينها يعني تقريبا. صحيح. بدانا معاهم وهم صغيرين، واحمد كمان عنده طاقه يعني طبعا. ايجابيه، عنده حاله ايجابيه يعني طبعا. احنا بنحاول ان احنا نشجعها ونقف جنبها ونوجهه التوجيه كما يجب ان يكون في الرياضه في رياضه السباحه.